الرئيس اللي امر باش نجيبوك هنا. رئيس الجمهورية هو اللي حوس عليك وهو اللي امر باش يجيبوك هنا. جابوا لنا في المستشفى العسكري الحمد لله، هم طيبين بيا غاية، نشكرهم بزاف، نشكرهم بزاف كاع الأطباء اللي تبعوني، نشكرهم بزاف بزاف بزاف، وانتوما ثاني كذلك نشكركم بزاف وربي يحفظكم ويستركم إن شاء الله، لا إله إلا الله. السيد رئيس الجمهورية أمر بالتكفل بالمشاكل الصحية للأخ حازم، وبناء عليه يعني في هذه الصبيحة تم إرسال يعني سيارة إسعاف إلى المستشفى بعين تيموشنت، وتم نقله إلى المستشفى العسكري، وفي هذه يعني الدقيقة بالذات يعني الأطباء يقومون بالسهر على صحة الأخ حازم. وسيد الرئيس أعطى يعني التعليمات من أجل تكفل جيد وكذلك دراسة وتحليل وضعيته الصحية، وإذا كان فيه يعني داعي لاتخاذ إجراءات أخرى ستتخذ إن شاء الله.